حاوي حاوي توت 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 خش اتفرج هرج توت 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 حاوي حاوي توت 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 خش اتفرج هرج توت زحم لاحم عارك اضرب ناضل فاضل خطوة وتقرب زحم لاحم عارك اضرب ناضل فاضل خطوة وتقرب الحق نفسك قبل ما يلعب وامسك نفسك جوه الملعب ده انت هتضحك لما تموت توت 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 حاوي حاوي توت 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 خش اتفرج هرج توت قعدة فاكيها هتسمع فيها حكاية البيضة والكتكوت يحكى انه لازم يحكى وكان يا مكان قبل الجنة كان في بيضة وفرخة كمان ذبحوا الفرخة طبت صرخة قامت البيضة طقت شرخة طقشت فقس الفرخ فصيح يدن ويهلل ويصيح حتى ان كان على وش تبيح يفضل يدن لما يموت حاوي حاوي توت 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 خش اتفرج هرج توت سحر مفيش ده كلام تهويش سحر مفيش ده كلام تهويش نفض مخك يا ابو درويش كل ما فيها الدنيا دي فيها ناس بتبكش لاجل تعيش حابس حابس عفريت كابس ينزل قالع يطلع لابس واللي بيرقص على المسامير واللي بإبرة بيضحك بير واللي بينفخ في المزامير يفضل ينفخ لما يموت توت 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 حاوي حاوي مش عايز اشوف حد يلا اقولك تعالى يا بسرعه اتفضلي ما بتوع يا موقفكم قلت لكم ما كنتوش يا بس كان ماشي خليه موقف في دوره الميه تخليكم تمتوا كلكم اتفضلي اتفضلي يلا اتفضلي عندها السواق يجيب العربية يا ست لا انا هركب مع البيت انت ايه الحفل ده؟ ايه الاخفر ليك يا عم؟ يلا بينا اقف كده انت حضرتك فتاني يعني بابا كده اقف لا هنا غلط تعالى كده انتوا مين اللي خد الجايزة فيكم؟ هو ده؟ وانتوا قايلين ليه؟ اتفضل اقف كده احنا تقريبا جاهزين يا فندم استنوني 10 دقايق اوكي بعدين بنصور ودي الجايزة الخمستاشر ومقدمة برضو من شركة المنفلوتي للاستثمار والفايز نور عبد الجبار متولي مبروك يا نور متشكر قولي بقى مامتك واخواتك جم معاك ليه عشان نطلع في التلفزيون واهل حتتنا يشوفون طب تعالي يا ست لا لا مامتكو بس تعالي يا ست قربي انتي اسمك ايه ولا نقولك ام نور اسمي عائشة طب يا ست عائشة كان شعورك ايه لما ابنك فاز بالجايزة مبسوطة بس اقول ايه تاني اللي تحبيه اللي له اخر مش فاهم يعني الحاجة ما تبانش قيمتها في ساعتها طبعا مش هتعرفي امتى الراديو الا ما تسمعوه مش ده القصد لكن فرحانه
فرحتي بصحيح يوم مستر على بناتي وسد ديوني. ستوب ستوب، احنا ما اتفقناش على كده يا ست عيشة، احنا جايين هنا نفرح مش نتكلم عن المشاكل. هنعيد السؤال الاخراني وجوابه. مكياج عليه قلق. مش عارفه انت عملك مرمشة تتكلم عليه كمان. يا اخويا احنا جايين نوريهولك. صورته في التلفزيون وهنطلع كمان اسبوعين يا استعراض. طب سيبوه في الليله اجيبه لكم. اجراش خليه لحد ما يركب. يا ريت لما يصحوا ما يلاقوهوش. براحتك، على طول اجيب لك الفلوس. لا تسالوني ما اسمه حبيبي، اخشى عليكم ضيعت الطيوب. لا تسالوني ما اسمه حبيبي، اخشى عليكم ضيعت الطيوب. اصبر يا ولد. هيا دي الجلسه. اه يا حبيبي. عايز عايز بيوع منك 100 جنيه عديهم. هعد وراك. عيب. صباح الخير يا ام يحيى. معايا كوسه تستاهل بقك طازه. طب خطير في الراس توجع يا اختي. ولا توجع ولا حاجه. يا لاميه يا بنت
لامية اقفلي الشباك لقطة تخش تاكل السمك. طبعا عارفه كنت لازم اعملهم عشان يوميتي ما تقلش. هما كلمتين جايه اقولهم لك. قابلت عمتي عندها عريس قيمه ليك. يختار ما هي سالت انك مخطوبه وبعدين ولا قبلين بلا خيبه. يوم ما قال الرجال ابن النسا انا اتجوزت ابوكي وكان عسكري غلبان. وبعدين وجي لك راجل بالليل غفير وبالنهار قليل مش طول الوقت قاعد لي على القهوه. لما نتجوز هيتلم. بقابليني بقاله ساعتين ثلاثة داخل خارج علينا لما الناس أكلت وشي. كانت كواكسة. ها؟ عاوز كام؟ أربعة. أربعة دقيقة ثلاثة. كده يا حربي؟ طب بتعاكسني قدام الزباين. طب ومبقى تعرف شغلها معايا. وبتعاكس بنتي قدامي يا حربي. طيب كام؟ 3 جنيه في بجامتين ومريلة. طب انا اطلع بايه؟ لا هخنقك. ساعات بحسده على خرسه. بقول لك ايه، بطلي هزار في السقطه واللقطه، ورانا حاجات كتير قوي تتعمل. ودي الحاجات دي لاصحابها وعلى البيت طوالي عشان تحضري الاكل معلمي. اديك يا ستي دفعت الايجار متاخر. اما نشوف بقى هتعملي ايه في الدين القديم المتكون من كمبيالات. الدين القديم ده لما كنت لسه شاب وقفت جنب الراجل وهو عيان وقلت ده بلديات. ده دين يا عيوشه وحسددين. امال لا امتى؟ لما ربنا يفرجك. بقولك ايه، انا عندي حل وهتدعيلي عليه. انا عارف كويس الظروف والاحوال. الله يمسيه بالخير الدكتور الطيب اللي باع لك البيت. سيبك من الكلام ده يا عيوشه، شقتكم دي دور اولاني وكل اوضه ممكن تبقى لحالي، وانت ما تكرهيليش الخير. ولينا الشر. ما انا جايلك اهو. اوضتين في شقه شرك وفي حينا وعليهم 1000 جنيه تسددي ديونك واللي عندي يسقط. يا بيومي دول ولاد بطني. اسكن شركة عشان واحد يفتح عليهم باب اوضه من غير قصد، ولا يدخل على واحده الحمام وهي بتستحمى بقصد. انا ما سرقتش لبن من بق عيل وابقى مجنونه لو وافقت. انا قلبي عليك يا عيوشه، ده انا بعزك معزه المرحوم. لو حقيقي بتعزني معزه المرحوم شغل لي نور عندك في اجازه الصيف. وليه ما اشتغلش من دلوقتي يعني؟ من فلاحته انا مستعده اديله كل يوم جنيه، بس انت تفتحي مخك. العصفورة قالت لي بقت المسجل. تبقى قابلت نور وهو رايح المدرسة. ما بنفتحش قبل 10. تبقى العصفورة. لا لا مورة، وهي رايحة محل العراوي. قبلي تقف معاك وتكلمك. مين عارف، يمكن الباب ابتدى حن وهتقبل. اوعى يكون عشم ابليس في الجنه. خليكي محضر خير بسيط. اجري هات حاجه ساعه. ام العروسه عرقانه ومبهوضه. لا يا ولا بلاش، اصلي ورايا شغل. ابويا وطاني وجوزي علاني ليك عليا الالف جنيه دين المرحوم كله مهره وفي وشك. توافق هي اوافق، بس لو كان المرحوم عايش وعرف انه عشان يحج يقايد بنته كان موت نفسه. الله يسامحك. عصمت قلت الراديو تبعي تبيعي تحرقيه ماليش دخل، بس الحل اللي عرضه بيومي صاحب البيت اظن ده يخص مستقبلي ومستقبل بنتك. في ايه؟ من يوم ما وعيت على الدنيا انا وابويا وامي واخواتي الست عايشين في اوضه، ما انتوش احسن من حد. والألف جنيه اللي هتاخديهم من زفت بيومي اشتري بيهم التلاجة واللي ناقص في الجهاز، بوتاجاز والألمونيا ترابيزة وستة كراسي. بلاش نجيب خشب أوضة النوم وننجره وأنا ادهنه وأروشه. الله، اللي له أول له آخر يا ناس.
ولا احنا ملناش اخر؟ اسمع يا عرابي، احنا شقتنا مش هنفوتها ان شاء الله يكون انت واهلك 20 نفر في اوضه. انا كده احب اشرب الميه ساقعه واكل البطيخ متلج. ده موضوع تاني بقى، احنا نسيب شقتنا ما نسيبهاش ده موضوع يخصنا، ده حالنا ومحتلنا. انت عاوزنا نوفي بالتزاماتنا دلوقتي ما عنديش. معنى كده بيوم يوك بالظبط تبقى شاربين من لبن بعض. طب ايه رايكم بقى؟ ما قلتش عايزه الجوازه دي، لا تلاجه ولا اوضه جم. ايه هتجوز على الارض يا عالم ياهو؟ ده انا اللي هجيب الشقه. طب يمينا بالله العظيم ثلاثه، ما انا متجوز الا بيهم. ردي علي يا اختي. طب اقعد كمل غداك. اقعد اقعد ليه انا؟ ها بمناسبه ايه يعني؟ نهايته انا غلطانه اللي حكيت لك على حكايه بيومي، اللي اتفقنا عليه مظبوط، لكن العين بصيره والايد قصيره. الراجل من يوم ما مات وانا بسد في ديون. ثلاث سنين قبلهم سنتين راقت، بعت فيهم كل حاجه، صغتي نحاسي حالي ومالي ومحتالي. جوزك كمل زكاتي في الجيش، بيسفروا بره. خرب يا عرابي، هتخش في كل اسراري؟ يعني نجم انا بس اللي مكشوف وعارفين عني كل حاجه. طب اقعد اقعد خلينا نتفاهم، عيب الجيران يسمعوا كل كلامنا. دلوقتي انا ما عنديش غير المكنه دي ومنها بنعيش. لا يكون فاكرك كم مطوش اللي بتاخدهم الست سنة ليهم ايه؟ بس يا بت انا لما بعت الراديو ما كانش فيه مليم احمر في البيت، السمك ده منه، وال20 جنيه ايجار متاخر دفعتهم، و20 جنيه لبن للبت العيانه اسمه، ده غير الخضار وامه يحيى. يا عزوز الجزار يا اخي. يا بت اسكتي. انا الاوان بقى كل واحد يعرف راسه من رجليه. انا ما اقدرش اروح الورش من غير ما اشرب ميه ساقعه زي ما كنت في الخليج. يا التلاجه تيجي يا نفكها ونخلص. كده بتتحكم في ولايه يا عربي؟ انت ولايه انتوا؟ ده انت عرايض. انت بتتلكك عشان تفك. انا دلوقتي فهمتك. مش هرد، بس هما ثلاث ايام واول حاجه التلاجه تيجي. ميعاد الغدا عدى، المفروض تكوني في المصنع دلوقتي. أنا بعيط عشان حاسة إني ظلماكم. بنتي حبيبتي عارفاها كويس، مش هترضى تتجوز على حساب إخواتها. طول عمرك عاقلة. لو فاكرة إن بكلامه ده كل شيء انتهى تبقي غلطانة. عاوزاكي بس تفهمي إنه بيلعب وعنده غلط. إيوه هو عاوز التلاجة، أنا هجيبها له عشان أسكته. منين؟ بيرزق الدودة. يلا الأكل هموت من الجوع. طيب ما هو ده نايم بس؟ ما هي بنام. طب يلا يلا عايزين ناكل مع السلامة. عينيك احمرت. انا مرات محمود بقى عماله ادق على المواسير. مش عايزه تفهم ابدا ان الماما ما بتطلعش الدور التاني ساعه الغدا. يعني انت جاي البيت تتهز على دماغ اللي فيه. كلمني تاني النهارده. طيب بلاش اكمل الشغل يا اختي، اقعدي بس نتفاهم. وقلتها قبل كده مش هتجوزه ولا ياك عشان وقفت النهارده وكلمته في الشارع. يا حبيبتي ناخد وندي. ما انا قلت قبل كده مش هتجوز، انا خلاص حق. ما تزعقيش بلاد صوتنا جيب الشارع. جوازتك دي منه اذا ما كانتش عشان الدين تبقى عشان جوازة اختك اللي بقت على كف عفريت. واختي مالها رخرة ومال؟ ده قصه كبير وكسيب. بصي بقى، اذا كنت يعني تقبلي ان جواز اختي يبقى على حساب اختي تانية بقى انا ما عنديش مانع. ده اخر كلام؟ ياما انا ما بحبوش، ما بطيقوش، دمه تقيل على قلبي ياما، ما بينزليش من ذوق. يا نهار طيب. طيب يا اختي طيب. طيب اللي انتوا عايزينه خليكي براحتك.
ماما عليك لم لا من عينيا يا حبيبي. كده يبقى 28 نص يعني 14 كيلو يبقى الحساب 16 جنيه 80 قرش. اديله الفلوس يا لميا كده نبقى خالصين يا حسيب. سامعني؟ سامعها. اه ده في فلوس اهو. مال ما ملهاش يا اخويا. باقي توكوا بعافية. فتكم بعافيه. وانا يا حلو مالك يا بنت امسكي نفسك شويه. ايدي يا لميا ان حسابه خلص للنهارده. قال يعني مش هنفتح بكره تاني. يلا يا دوحه يلا على مهلك على مهلك. اسم الله عليك. خسرت الراجل الراجل هو عزيز ستحيل. يا رب تشكل وتتعوض. يا رب تشكل وتتعوض. يا رب عندك عالي 2 بلس بس الحمد لله مفيش اسيتون. الحمد لله. يلا يلا روحي الحكيمه في الاوضه اللي جنبك هتديكي حبه انسولين. لا انا ما بطمنش لما تديها لي انت وادفع برضه ثمن الشك. الحقيقه بقى لي يومين احتست في حالي ومحتالي وما خدتهمش. السكر مش عاوز اهمال مش عاوز زعل. لازم تاخدي بالك من نفسك. العلبه دي فيها كام شريط خديها وحللي لنفسك لما تعرفي ان السكر بتاعك عالي شويه. يا ريت يا دكتوره لميا تتعلم تحقني. عاوزه توفري اجره الحقنه. لا قصدي انها تتعلم التمريض هتساعد في مصروف البيت. هحاول ولو ان الكلمه الاخيره لصاحب المستوصف. اللي يدي بلا حليبني تنزل حلاوتها في بطن. الهي يخليكي الهي يخليكي يا رب وينولك اللي في مرادك. يا اما انا بخاف من المستشفيات وضرب الحقن. هو انت اللي هتتحقني؟ برضو بخاف. طب كنت هشغلك ايه؟ لا نفعتي في مدارس ولا خدتي شهادة. ندمانة يا سيدي جاتني 60 نيلة. أنا حتى لو كنت نفعت كنت هتطلعني زي سعاد وسناء. هي هي الظروف هي اللي طلعتهم. سناء قالت أشتغل وسعاد قالت تساعدني. إن كان عليا كان نفسي يكملوا علم. طب ما انا لو ما كنتش بطبخ وامسح واكنس كنت انت اللي هتعملي كل ده وما كنتش بقى هتبقي فاضيه للخياطه. يا بنت بلاش منحدة. انا بقيتش قادره على حمل الفلوس لوحدي. البيت بيصرف كتير وما بقيتش قادره على الفلوس خالص. الدنيا كل مدى بتغلى. لازم قرش جديد ينضاف عشان اقدر اكمل علام اختك واخوكي. حاضر يا ابني. ساعديني يساعدك ربنا. دي اللحمه ما دخلتش البيت بقى لها شهر. حاضر يا ابني. ترابي جوه بيلعب. مش كان حالف ما يرجعش اللعب تاني. بوتي هو اصله بيعاندني ما تبصيلوش. يا ولية سايدلي بقى مش عارفه اظبط الفستان. وبالفرح يا توب مشغول من الفرحه فاضي لي يومين يا توب والبس لك الطرحه. بتقولي يا نايا مش عارفه اظبط الفستان. الله يخليك يا نايا اعتمدي على نفسك انت. اي يا ماما وانا يا لهوي يا هي ده عيل صغير. على ايه ولا عيب كده؟ بس يلا انتوا الاثنين بره بره من هنا. الله اي حتى انت يا
عيوشة مش معقول كده. طب انتي اصلك ما انتيش واقفة على بعضك. مالك يا عيوشة مالك بعد الشر؟ في ايه يا حبيبتي؟ مفيش دليل. دوخم الابرة بتاعت الانسولين. طب بصي لو تعبانة خش انتي نامي وانا هكمل. طيب مش تعبانة ولا حاجة اهي خلاص فقت. طب قومي كلي الدنيا. طيب طول عمرك جمايلك مغطياني وعارفه ظروفك اليومين دول ووراكي مصاريف قد ايه. اذا كنت فاكره انك هتاخدي اجر الفستان ده مش هتغسليه من اللي عليكي ده مش هيحصل. لا يا اختي انا عندي كلمتي بقى ده اسمه كلام. انا عارفه ظروفك كويس. انا اللي عايزاه منك بس انك تدخليني في جمعيه. لا جمعيه معناها يا عيوش انك تدفعي كل اول شهر فلوس. هدفع يا اختي وفي الميعاد. وايه الضمانات؟ وعد شرف. والمبلغ كام؟ 500 جنيه. ياه لقيت لك واحده وهتبتدي اول الشهر وبعشر تنفار. يا كريم يا رب ان شاء الله يخليك يا شيخه. بس هتدفعي 50 جنيه كل اول شهر. ادفع بس تديهاني الاول. انا يا عيش ان شاء الله يخليك عينيكي. بقول لك ايه الواد عرابي بينط كل شوية عند الفكهاني اللي جنبينا وانت عارفة ان عنده كوم عيال بنات وعايز يخلص منهم وخصوصا البت صباح البت دي المقرفة دي. ايه رايك بقى؟ قلبي دليلي قال لي هتحبي دايما يحكي لي وما صدق قلبي. انا قلبي دليلي ايه 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 عشان ما يبقاش كل مرة عامل زي الدبان يعف على الضعيف. النقطة دي فهمناها تنفذ اتفاقها. ما اقدرش اشرب من البطيخ الا ساقع ولا ده كمان هيتلحس. لو صبر القاتل انا كمان ما خليتش الليلة تفوت قبل ما اجي اقول لك ان انا عند وعد خصوصا في التلاجة. بس تصبر عليا شهر واحد ويا حديد. وبقية الاتفاق يا عرابي الست جات لحد عندك وبتقول لك اهو دي شغلانة مش باين لها راس من رجلين. متفقين انا عليا الشقة وهي عليها كل حاجة والتلاجة اهم حاجة. بس احنا كمان مش متفقين انه واحدة واحدة. قول له وحياة ابوك. ما علينا موافق بس قدام الناس دي كلها. التلاجة شهر واحد ما تجيش هبعت كفيل في الخليج واسافر بلا جواز بلا زفت. لا مؤدب بس انت يا كمان تكن نفسك وقرشك عشان الشقة تيجي. على فكرة قولوا له يلم من رجله من عند الفكهاني. ايوه فكهاني انت فاهم وانا فاهمة. ولاد الناس مش لعبة. ست يا هوان مين اللي مات؟ ام يحيى بتاعت الخضار. يا نادان انت ده لسه شايفاها امبارح. ماتت ازاي؟ كان عندها القلب. حصل زعل بينها وبين ابنها النجار. عايز يتجوز ويطلعها من شقتها ويسكن بدلها. اتخانقوا ليلة امبارح ماتت الفجر. يا حول الله يا رب يا رب. كانوا ليا لسه صغيره. قلبي يا لمي اصبر عليها شويه ست عيشه يا اختي. وانا قلت لك حاجه الناس في بعضها يوم ما يجي لك بقولي روح ربنا يجبر بخاطر. يلا يا اتفضلي اعمل لك شاي. معلش مره ثانيه مستعجلين. حسابنا كام؟ انت عايزه كام؟ اللي تدفعه. جنيه عودة المليانه اصلاح الجزمه 50 قرش يبقى باقي 50. متشكرين. ايه
هفصل له فستان ثمنه جنيه، وعشان يدق لي مسمار واحد في الكعب تبقى بخمسين قرش. الواحد مش ينتحر احسن. يا تاكسي الغرام يا مقرب الباعي، ارن ارن تابق الحمام والسكه الحادي ترن. وادي نور. ايوه. مش هتطلع تتفرج معانا فوق؟ ما بحبش انت الزهره، تشوفني حته تانيه. احسن اجري استنيني برضه. ليه؟ من غير ليه لكلك على بوزك. ده حقوقك. طريق أرات أرات لا جناحين أرات أرات. ودي الجايزة الخمستاشر، ومقدمة برضو من شركة المنفلوتي للاستثمار، والفايز نور عبد الجبار متول. مبروك يا نور. متشكر. قولي بقى، مامتك واخواتك جم معاك ليه؟ عشان نطلع في التلفزيون واهل حتتنا يشوفونا. كل عشنا وشفنا عيشة وبناتها في التلفزيون وابنها كمان. لا لا مامتكم بس. تعالي يا ست. قرب. اسمك ايه؟ ولا اقول لك يا ام نور؟ اسمي عيشة. طب يا ست عائشة، شعورك ايه لما ابنك فاز بالجايزة؟ مبسوطة. بس؟ اقول ايه تاني؟ بابا انا عاوز اطلع في التلفزيون زيك. ما مالكش واحد صاحبك يا اخي طلعوا برامج الاطفال؟ يا دهوي ذنب ايه انا بس يا رب؟ يا رب ما يكون ده وسع جواب السبب. انت يا اختي انت لما اروح اتفرج عند المدن يا بتكبري، ده مش الصبح ممكن تبقي في حضن راجل، المفروض الواحده تقعد وتسد. يا صغيره بعيد عليكي يا اختي. يا بت بلاش فضايح، ان الفرحه هتشوفنا. خدي خدي ايه هاتي نص كيلو فول من العلاف عشان تدمسوه الصبح للفطار. خدي هات عنهم مكان. طب ما انتش قايمه. احيات امك ما انت قايمه يا قليله الادب. عيشه يا عيشة تبقينا في التلفزيون. المهم في اخر مش فاهم يعني الحاجة ما تبانش قيمتها في ساعتها. طبعا مش هتعرفي قيمة الراجل الا لما تفهمي. ما اقصدش كده لكن فرحانة. انا اشكر التلفزيون والفوازير والجوائز وحضرة رئيس الوزراء، وربنا يخلي رئيس الاسم يا رب اللي بعت لنا العساكر بتوعه وقال لنا ان احنا كسبنا. كده يا حماد الحاجات الحلوه دي مستخبيه فين؟ عقبال يا رب ما تزغرط الفرح. بس قلت لا دقيقه معلش يا مريوش شوفي طب شوفي اي حاجه لازم تبقى فضيحه. بنتي بس كده حاضر. شويتين بتوعك
يلا يا اختي يلا يا اختي على مهلك عليه يلا حاضر قلت يلا حاضر يلا يا اختي حاضر يا اخويا يلا انتوا هي يلا 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 انا مش همشي الا لما اقبض انت بتزقني على ايه يعني ايه بتزقني مالكش زقه عليا انا جايه من اخر الدنيا قلبي اهلا 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 تعالي طمنيني يعني يا عيني الجواز حلو حلو قعدة الحزانة ولا جوازة الندامة معقولة؟ والله زي ما بقول لك كده صوري ليلة الفرح الراجل يخرج ما يجيليش الا وش الفجر يا ندمتي وبعدين؟ ولا قبلين ده جواز نصارى يا حبيبتي والله هطلع عينه وان ما تعادل حصلها حتى لو ضربته هو كل الحمام زي خروجه الله إلا بالحق صحيح ده معاد الجمعية دلوقتي يعني لازم يدفع فكرتيني بقيت أنسى أول الشهر من نصه من آخره بكرة أجيبهم لك ربنا يبارك لك فتك بقى الله يعافيك يا حبيبتي يا منور أنا جاي لكم بالليل تشرف وتأنس انت كنت فاكره انا لسه حاضر على زمان ابوها المرحوم جوزك تبقى غلطانه وهو ولا النهارده مالك وسلمته تتصرف وترد اصيل انت وابوك متشكرين كان هيبقى ايه لو كنا صبحنا عليه اهو قال لنا كلام يسن البدن كله منك انت الهي انتقم منك حتى بعد ما نبيع الكستور ومكسبه هيفضل القسط ناقص 20 جنيه من هنا لبكره تتعدل راح بكره المدرسه حفي الله انا مش قلت لك ترجع الكتاب ده احنا ناقصين كتب هما ما بيدوكش في المدرسه كتب انا قلت لك يا ام اللي انا مشتري من على الرصيف ورخيص طب ده حتى من غير جلد حول الله يا رب اسمع يا حبيبي انت تروح ترجعه وتجيب الفلوس وانا اكمل لك عليها واشتري لك جلده تعجبك قوي بس كل زمايلي عندهم الكتاب ده يا واد ما تتركنش على التلاجه يا بنتي انا مش قلت لك تبعدي عن طيارات الهواء اللي خليكي تبصي من الشباك عشان تشوفي عربيه اسعاف ده احنا في انشير احنا ناقصين عيا ومصاريف دلوقتي مش قادره اخد نفس يا ام الحقيقه بكوبايه ميه اجري الحقيقه بكوبايه ميه اقفلي بقك كحي هناك حطي راسك في النص شوفي راسك شوية روحي شوفي شغل بس فطن عندها التهاب حاد في الزور انا مش حذرتك اكتر من مرة تاخدي بالك ما يجيلهاش اي التهاب يدور القلب دي عندها الحمى الروماتيزمية وهي صغيرة ما بتسمعش الكلام يا دكتورة سامعة يا أسمى على مين هكتب لها على مضاد حيوي وفيتامين بس الأكل لازم تاخدي بالك منه الأكل هيكون خفيف بدون ملح شربة خضار عصير فواكه لحمة مسلوقة ماشي وإن شاء الله لما تخف لازم تأكليها كويس أنا كل يوم بديها كوباية لبن قد كده لا 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 اللبن ما ينفعش لازم تأكليها لحمة كتير المطفى ده بقى مش خلي عنده دم ويدي لامي فلوس ودي 10 جنيه علاج يعني القسط ناقص له 30 جنيه ما تستلفي من محمود ما كانش بيتاخر ايام المرحومه ابونا ما انت عارفه مراته مناخيرها في السما اخر مره سلفنا فيها قعدت مكشره لي سنه ما كرهتش في حياتي قد الست كامل يا مراته دي بس فالحه بقى اما تكون عايزه ميه هذا تبعت ابنها احنا مش هنسيب حالنا ونمسك في غيرنا نحط فيهم غلبنا ده لا هيحل ولا هيربط المهم دلوقتي نلاقي طريقه وده احنا دورنا على كل حاجه واخر حاجه كانت الراجل بتاع المستوصف وما نفعتش يعني وقفت على 30 جنيه بكره تطلع مصيبه تانية تاكل الباقي ومين اللي يضمن الشهر اللي جاي واللي بعده واللي بعده انا ماليش دعوه ده ترتيبها هي وبعدين لو على الثلاجه بعوها الجوازه دي ما عدتش عايزاها الدنيا بقت ضلمه في وشي ايه
يلا يا عشا شوف زواقي العروس. حاضر يا اختي جايه وراكي على طول. يا واد يا نور واد تعالى بقى كفايه لعب كده عشان تذاكر. دايما صاحبة واجب يا حبيبتي، في المياتم تصوت وتغسل واللي فرحت زغرت وتزوق وتلبس التشريف. بكره لما تبقي في سني هتعرفي ان الواحده ملهاش قيمه بين الناس الا اذا جملتهم في حزنهم قبل فرحهم. شفناش حاجه ردت علينا يعني. هو لازم حاجه ترد؟ مفيش حاجه لله كده، الناس لبعضها. كنت بتقولي تغسل؟ يا بنت امك اللي مغسله ام يحيى الشهر اللي فات. يا نهار اسود. على قد ما تقدري تهربي دلوقتي. اتفضل وبلاش فضايح تاني. بلاش احرمك من فرح، شكلك رايح. بس انا عايز اسالك سؤال، الزينه والحلاوه دي مش كان احسن معلقها على بيتك؟ ومين ما يتمنى، بس هنبني ايه بقى لو اسعد ناس واتعز ناس تاني؟ للدرجه دي مش رايداني؟ طيب ما دام ده بقى الجواب النهائي، ولا عايزه تدفعي من جوزك وليا بقى مش هعرف اخد منك حقي بالضرب مثلا، ودي يروح عليا للابد. هدفعك الثمن غالي، هبلغ عنك الضرايب، خيطت انت وبنتك من سنين. حيلوبك ايه؟ ما سواك بنفسه ما ظلمك، ابقى شفيت غليلي. يخلصك تعمل كده وانت عارف دقتي؟ الحل كان قدامي ولسه. بالاكراه. انت امها والطوع. كل شيء عند العطار، الا حبني غصب. كتر الشد يرخي. اديني فرصة تانية أحاول. بعدها اللي هيخبط على بابك مأمور الضرايب، ماشي؟ جوزي عبد الجبار متولي. اكتب، مالكش دعوه اكتب. اتجوزتني صغيره، ما كنتش فاهمه حاجه في الدنيا، كنت معاك وعمري ما سبتك، عمري ما خبيت عنك اي حاجه ولا دخلت عليك اي هم، كنت دايما اقولك انت ظلي. قعدت سنتين اخدم فيك وانت عيان، وكنت قاعده جنب راسك وانت بتموت. ايه اللي عملته معاك بقى عشان يحصل لي ده كله؟ قولي اخر الطريق فين؟ وايه اللي هيجرالي؟ خصوصا اني وصلت ابيع السرير اللي بينام عليه عيالي بكره.
الجواب ده انا بعته لك عن طريقك يا سيدي يا نبي يا شافعي يا قاضي الشريعة يلي شرعت بين امك وابوك اشرع بين عائشة محمد المناديلي بنت فاطمة. ابوها كان بياع بخور وعطور بين السورين، وبينه عبد الجبار متولي عسكري المزيكا ابن لبيبة. وفي اول جلسة ارجوك تجاوب ايه الحل عشان العدل. جاوب بسرعة قبل خراب البيت، لو اني لا يمكن حسيبه يخرب وحقاوم حتى الممات. ودمتم للمخلصة عائشة، عائشة محمد المناديلي. انا رايحه لام دوسه ادفع فلوس الجمعيه وبعدين طلع على الامام. اذا اتاخرت وكل العيال يا اختي. ما تبصليش كده. ليه هو انا على مزاج امك؟ يلا ياض مفيش ترجيع، انت اشتريته خلاص. يلا ياض روح لحالك. مش ماشي قبل ما ترجعه. يلا ياض خدها من قصرها ما تقرفناش. لازم ترجعه. الله ده انت تلح قوي ياض انت. يلا ياض امشي ياض. حرب ايطاليا ويك. لا اللي مرجعك بدري يلا تشتغل دعوه ما تشهلك تجيب نفسك ضربه. فين امك واخواتك؟ بارا بارا؟ يا حبيبي في الاوضه. عشان كده هقول لك على حاجه. مش عارفه انا بقى يا عم امبارح. هقول لك على حاجه. اقول لك انا تعالى بكره. لا شفت قبل في الشارع بقى. خش 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 يا حبيبي. تعالى امي ضربت حاجه. لو النبي حاسب الله يخليك. والنبي حاسب الله يخليك. النهارده انت اللي هتجري ورايا يا ملاحمك. ها
قاعده الم فيكوا وقاعده اعصر فيكوا. تيجي انت اول واحده في اخواتك تعمليها ليه يا بابا؟ ليه يا بابا؟ تفضحيني في الحته؟ هو لسه في مره ثانيه؟ انت لو يعمل مره ثانيه يا بنت حاسية انا تعالي يا بت تعالي اديهاني ما تخافيش. ادي المره الوحيده اللي روحنا فيها القناطر ودي بقى اخر صوره للمرحوم ابويا. والصور دي كلها عشان كان بيحب الثوره والسينما ومن يومها ما رضيتش تشيلها عشان خاطره مش كده؟ اعملي شاي يا لمي. لا ما تعمليش. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ما تخرجيش عن وعيك تاني، البيت ده يضيع من غيرك. احلفي برحمة ابوك ان الحكاية ما زادتش عن كده. ورحمة اللي ميتين كلهم انا منعته وكنت كمان عمالة اصد فيه. طب بمعنيك ما كنتش بتحبيه؟ تضربيني تاني طيب؟ لا انا عند وعدي. صراحة يعني انا كنت بستلطف، بس بعد اللي عمله ده ورحمة ابويا ولا بقى في قلبي اي شعور. اسمعي يا سعاد، اللي بتطوع الشيطان اخرتها وحشه. انا شريفه وما عملتش حاجه. طب قومي اغلي ميه واستحمي. قومي. اذا تقسمت البلوه اتشالت، نور لازم يطلع من المدرسه. مش عارفه ازاي هقوله. كان نفسي يطلع دكتور، ولا زي ابوه ما كان نفسه ظابط. يلا اهو كل يوم بيتاخر، ظروفنا وحالنا خليته يرجع لورا بعد ما كان شاطر بقى. اديكي قلتيها، يوم عن يوم الحاله بتتنيل ما تتصلحش. ويبقى كمان راجل البيت. مريحات في رجلك؟ انا مقاسي بالظبط. ايوه يا عم من قدك، جزمه جديده. عايز تفضل لابسها ويلف لك القديمه؟ هو ده يتلف ده يترمي تحت الطموح؟ لا يكعبوا يلبسوا في البيت. يلفوا عشان خاطرك. عاوز اقول لك حاجه قبل امي ما تيجي. ايه هي؟ حاجه هتبسطك قوي، بس والنبي ما تقولهاش احسن محل تاني. هتخرجك من المدرسه. ليه؟ هتشتغل ويبقى معاك فلوس وتجيب اللي انت عايزه وتنكسي. يعني ايه انكسي؟ تلبس وتتمنجي وتجيب بدل الجزمة 10. لسه بدور على جزمة أسمى. ليه؟ ده انا احسن واحد العب كرة في المدرسة. يا خايب بقى تتعلم ولا تبقى كسيب ومعاك فلوس؟ مش عايز. لا ده انت حمار بقى ومش عايز تفهم. على العموم خلاص امي قالت من بكره انتش رايح المدرسة. سعاد روح العب كورة.
كمل شغلك يا ابن الرقاصة. قوم يا شوف شغلك. انا هنا هات شوف خلي بالك روح نور تاخد امك بقى خرجتها في المدرسه ها موطي راسك ليالي شغل الرجالة بكرة تبقى كسيف وطول نفس ايه اخبار سعاد كويس طب قول لامك الكلمتين دول نبيل بيقول لك هو لسه اصيل ومستنى ازيك يا نور حميدة ولدت ولد سميته عبد الصمد مشاته على المشاية خطفت راسه مش هرجع المدرسة في اي يوم تاني يا اما انهي ام لما ابنها يطلب منها لقمة تديله طوبة ولا سمكة تديله حية اللي عايزاه تفهمه من دلوقتي ان انت من النهاردة راجلي انت اللي هتقف جنبي وتبقى سندي وظهري قصدك شغل واجيب فلوس تبقى ما فهمتش امك ده انتوا يا ابني واخواتك زينتي في دنيتي انتوا بضنا البيت لما بيبقى كله ستات بيبقى مطمع عشان كده عايزاك انت بالذات تكبر ويشد عودك وتحمي اخواتك البنات واحد النهارده ملوش شتمني فشتمك انا هرد على بيومي انما الراجل بقى يتحمل بكره تعرف ان الصنعه اللي اخترتها لك دي صنعه ما فيه زيها فران يعني انت اللي هتوكل الناس العيش وشوف بقى الفران بياخد قد ايه دلوقتي انا فاكره واحد قريب ابوك عايش في السويس الراجل ده كان صبي صغير كده زيك وبعدين كبر وبقى فران وقت الحرب ما سابش السويس ولا لحظه وفضل يخبز للناس دلوقتي بقى اكبر فران هناك مين عارف يمكن تكبر وتبقى زيه يا حلو والزغيف عند الخباز والخباز عاوز بيضة والبيضة جوه الفرخة والفرخة عند القمح والقمح عاوز فلوس والفلوس عند ودنك بالظبط يو 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 ممكن تختصر علينا وعليك وتقول ايه غرضك بالظبط الحل الوحيد جوازنا وعيشتنا معاكم فين هنا هنا فين واحنا زمايلي سالوني نفس السؤال وما عنديش جواب الا نساعد بعضنا واذا قلت لا يا عربي يبقى ما قداميش الا اني اسافر الخليج تاني بس ده مش اتفقنا يا عربي التلاجه وجبناها واللي عليا بعمل اللي اقدر عليه واكتر عشان اوفيه حتى لو حدين لطوب الارض ايه اللي جد تاني انا هكون اشجع منك انا غلبان سافرت واتنيلت وعلى ما رجعت كل اللي حوشته يمكن نزلت وبقى ما يسويش الصح بقى تسال نفسك بتصرف كم من يوميتك على قعده القهوه والسجاير الافرنجي انت مش وعدتني قبل كده هتبطل وتلم نفسك معاكي حق مش قادر ابطل والسجاره الافرنجي بتريح صدري شحات ومشارط وبسلي نفسي في القهوه ما دام عازب قول بقى انك عاوز تتجوز مين عارف يمكن تتعدل وتتصلح منين بقى ما هي بنت لبيتها اهي ربنا امرنا بالعقل يا عربي انت كده بتجور علينا وبتكومنا في اوضه انا ما بجورش والدليل على كده مستعد اشيل عني كل اللي اتفقنا عليه والمبلغ اللي معايا هسدد بيه اقساط جمعيه المدرسه يبقى الاوضه قدام العرش وماله وحش يبقى خلص راحت عليك الشقه يا شاطره واحنا اتدفنا يا اختي انت يا نبي موسى نبي محمد نبي اكل النار مش عيب الشغل مش عيب خدي في حاجات بقى لا انا ولا انتم لينا فيها حيله
حتى الناس برنامج ده مولد وصاحبه غايب ناس امم ولا فيش حد سائل في حد عموما عشان ما نتعبش بعض بنتكم عندكم وسافر انا تاني على فضل الكريم يمكن اقدر الم فلوس الشقه بس يكون في علمكم ده حسب التساهيل يعني ايه يعني انت المبلغ يتلم وارجع لا يا عربي لا يا اخويا ادينا فرصه نفكر لا فرنا ماشي استنى طيب استنى بتصحي الساعه 5 النوم ما عادش منه فايده مساء الخير يا عم جبلة الدخان القريب بيعمي نصيبي وحبيته يا بنتي الواحدة سترتها في شقتها مش في أوضة أفندية وبيتجوزوا دلوقتي مع أهليهم في أوضة العزوبية ولا الجوازة العرة ياما أنت ما كنت في سني كنت مخلفانا كلنا أنت عارفة إني بعمل اللي ما يعمل عشان خاطرك لكن الجدع ده من ساعة ما دخل البيت وأنا مش مستريحة له هتقولي لي ليه؟ هقولك معرفش ناس كتير بتسافر وبتروح لكن الواد ده حصل له حاجة حصل له إيه يعني ياما؟ أنا عارفة معرفش بقى قاسي من اللي فيه ياما ما تبصيش لزمنك انت وابويا انتوا لو بتتجوزوا النهارده كان زمانكوا سكنتوا في الترب عموما شوفيها كويس زي ما قالك هيخلصك من كل حاجه ويشاهد بالموضوع لكن هيجور على اخواتك اسمه ونور دول مش هيكبروا في يوم ويلعنوني عشان فرطت كلنا لنا في الشقه دي زي بعض الله ده انت حاسباها بقى ياما ده مش قصدي ياما ياما انا بت وكبرت انا تعبانه ياما وطالبه بس الحلال عايزه نستر ياما الشيطان اصله ما بيحب بس بقى بس يا اختي بس فهمنا ايه البجاحه دي بجاحتكم مش على حد مديهولك ومش عارف كام هنا؟ اه اسمه العين تناديك ده القمر والله حلو اصلا الحلاوه دي يعني مش اي حد يا سيدي امرك امرك يا سيدي ولاجل خاطرك خاطرك يا سيدي يا سيدي لميا هتتأخري زي امبارح؟ بس صاحب المستوصف بدا يستريح لي وزمان البيوت كل يوم بيزيدوا فين بقيت الفلوس؟ مصري اشتريت بقى صباع مش جديد عيوش ما نمتيش من امبارح عمالة تلف حوالين نفسك خلصينا بقى يا سعاد قلت لك ان كان عليا انا ما تحمليش همي انت وسعاد زي ما انتوا وانا حافظ جنب المكنه هنا ومفيش مشكله طب ونور هنا مع الكنبه التانية ده بقى لو انت عايزه تجوزيها وتخلصي وتخلصينا بقى السلام انا ماشي لا مفيش لميا انت رايحه فين رايحه دي حقنة العزوز الجزار انا جايه معاكي زود حته بعد الميزان ماشي يا معلم
دي لهم ايد كلها سحر. ما خلتنيش اتوجع زي اللي قبلها. اتفضلي. متشكرين. تحبيني يا عيوشه؟ انت نور عيني. عارفه اللي جري من طور هايج فتشعلق في شجره كان بيقرض فيها فار، بص تحته لقى وحش مستنيه، بص على شماله لقى عنقود عنب، نسي كل حاجه وابتدى ياكل فيه ويستطعم حلاوته، فوقع وبلع الوحش. خدي بالك من نفسك. يا اهل الله. موافقه يا عرب. ومالك بتقوليها كده؟ عاوزني اقولها ازاي؟ دي بنتك، شوفي بقى تستحق ايه؟ بيقولوا الغني غنوله والفقير يعملوا له ايه؟ مقبوله منك يا حمادي، بس ما تنسهاش ابدا الكلمات دي، وزي ما بيقولوا مفتاح الشر كلمه. ده لو القلب عمران بيه. وخدي بالك يا نوال، كمان لسانك ولسان امك يفلت يوم واصحاب العماره يعرفوا ان سافرت الاردن، لان اليوم اللي ما يعرفوا فيه هطردوكوا من بين السلم ويجيبوا بواب تاني. مالك؟ لو عيطتي تاني وانا بقرا الجواب مش هقولك الجوابات تاني مره. استنى يا واد نور، من دلوقتي هحسب لك بتروح وتيجي في قد ايه. ما تبطش، اوعى تبص من يومك. خوف حر معلم. اوعى 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 زفت يا اخويا. واحده واحده عليه، ده ما كانش يعرف غير شيل كتبه. هات هات خلينا امشي. بقول لك يا عيشه، ايه رايك لو اتجوزك ونسيكي كل همومك؟ اللي يتجوز اتنين يا قادر يا فاجر. ولا تكونش عايز تتجوزني عشان تلهف الشقه وتطردني منها؟ فوتك بعافيه. خمسة معلم. أمه. إيه يا نور؟ ما تديلي حاجة من يوميتي بقى. ليه؟ زي زملات. أنت مش بتاكل وتشرب في البيت؟ بس لا، عاوز أشرب حاجة ساعة. بكرة أديلك. لا دلوقتي. قلت لك بكرة، النهاردة عايزة أشتري بيها حاجة. طب روح. أروح؟ كده برضو يا نور؟ مش اللي شاريها لك؟ هات لحظة. تاني؟ حلوة قوي يا لا، الشوكولاتة دي حلوة قوي. مش عرابي خطيب اختي وهيتجوزوا وهيعيشوا معانا؟ تتكلم جد؟ ربنا يتمم بخير. بس هياخدوا اوضتنا. ملام يا بتقولها هنم عم في اوضتهم. وفيها ايه؟ ما انا امي واخواتي طول عمرنا عايشين في اوضه تحت السلم. يعني ياخد سناء ويرمينا بره؟ بصي اهو، اهو سناء اختي مأجرة واحد زي ده. نفسي قوي يا لا البس واحد زي ده بالظبط. ومين العريس؟ تتجوزني يلا. يا خايف لسه عيل بتتكسف. لكن انت اكبر مني. طب ما انا عارفه ايه. صدقتي يلا.
نصلحه زمان ابويا ضروري. يا نهار ابيض، كان لازم تفتح دلوقتي، هيدخلوا ازاي؟ انت ربنا هيتوب علينا من الحي المنيل ده ونسكن في حته عدله. ما يبقاش قلب خفيف. مش حرام من بدلة؟ ده لو امي شمت الريحة ولا فهمت تبقى مصيبة. وهتفهم منين؟ إلا لو كان أبوك بيشربه، ولا يمكن أمك بتشربه. حرانة؟ كدابة. صدقت؟ صدقت إيه؟ ما هي بيت عريس، ألف مبروك، أجرتنا بقى ولازم منه للزينة و... ده مؤاخذة. 60 داهية. خد نفس. أدوخي يا راجل. يا بنت تدوخي إيه؟ طب بلاش، قوم ارقصي. قوم ارقصي. شكلي صحيح ملوش دواء، لكن اختصاصي في الهوا. اهو انا، اهو انا، ولا حد يقدر الا انا. شكلي صحيح ملوش دواء، لكن اختصاصي في الهوا. اهو انا، اهو انا. ايه ده؟ البلديه تسلك المجال. ودخل عليا؟ شكرا. سلامة. ايه اللي بيحصل ده؟ امي بعتلكوا الاكل ده، هتقول لكم الهنا والشفا. اهو ده الكلام، من يد من اعدمها لميه. وبين رمك تقفل الباب وتصل بالمعازيم. ها؟ مع السلامه. تعالى تعالى. أدري ما حدث لي، إنه الحب. أفضل أحبك لغاية ما أموت، والصغير بيكبر في يوم، يعني هيبقى عريس. ولا الكلام ده في الفيلم؟ بطل بقى واقرأ كويس. اسكت يلا خلينا نتفرج. واو. بطل ده مش عارف.
जन्म जाते हो उधर कहाँ छोड़ो ये नजारे आओ अपना नजारा देखो दिल में हमारे जन्म जाते हो उधर कहाँ طرقت ليه يا بيومي؟ طرقت ومش عايزه كمان ليه مش هفهم؟ كده طرقت وخلاص مش عايزه يبقى عمل حاجة كبيرة قوي اه ايه هي؟ مش غاوي مش غاوي يشرب الصنع ولا ولا شافوه في السينما مع البت نوال يحاول يبوسها بس عيب عيب انتوا ايه مخكوا بس في الكرابولي الواد لسه شرب وما خدتش تعالى بس اهو اسألوا اهو قدامك مش عاوز اسأله ولا عاوز اسألك ولا عاوزه ده انا من ساعة ما اشتغلت في الفرن وانا كل ما اعمل غلطة اتضرب واتهزق زي ما تكون عبيد دول بيسرقوا واحد من غير ما يسرق طب بس الكلام اللي سمعته ده اللي يبرجل المخ كلام ايه؟ اسمع يا نور أنا هحكي لك حكاية. كان في مرة ملك من ملوك تحت الأرض كان له ابن في سنك كده حب بنت ملك تاني بس كانت أكبر منه. في يوم شافها في الجنينة واقفة لوحدها قرب منها راحت البت سحر نفسها فرخة وابن الملك سحر نفسه ديك وجري ورا الفرخة. البت اللي سحرت نفسها فرخة اتقلبت فحل رمان وابن الملك اللي سحب نفسه ديك فضل يلقط في حب الرمان الا حبايه واحده اتقلبت حيه وجريت ورا لغايه ما مسكته ومصت دمه قتلته فاهم يا نور؟ فاهم يا امه انت هتخوفيني ليه ده انا هعمل حاجه وانت اللي فتحتي يا اختي يا اختي ما تقصدش انت اللي بتصحى عماله نازله هري ونكتس نفسك دي عالم مفتريه ثم انا مالي انا هروح اشوف اكل عيش دي بانها هتشبط فيا انا يلا بقى يلا بقى بتضحكي على ايه انت كمان اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر يا بنت السلطان حلمك على الغلبان المية في ايدك وعرابي عطشان سعيدة حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيد وأموري وأنا جيلك ماشي لما المصر الجديدة ده ايه ده بقى ان شاء الله ده لو بتشيل من على جدته جرح كان زمان مخلصها الصبح معلش خليه يمكن يحلو شويه وينضف تلاقيه عمره ما استحمى في بيته ده انت اللي حلو وقمر اما الحلة وتخلي شعرك كهرمان يا جميل يا بنت الله جميل يحب الجمال ياما لازمته ايه البابور بقى ده في بوتاجاز مضايقك في ايه البابور ان كان عليها بيعه انما الجاز بينفع عشان شعر اخواتك حلمك على العطشان محسوبك عرابي بيحب اسكندريه وكايرو دي بلدي والدول العربيه اديني اديني اكتر الميه في ايدك سكر كده انا بحكي لك بس يا عرابي لكن ما تتدخلش كان والله ما احكي لك حاجه تاني انا لما كنت في سنه صاحب الورشه علقني في السقف مره عشان اتاخرت في طلب ساعه مش نص نهار وابويا مدني على رجلي بالحزام لحد ما رجلي شلب الدم النهارده امي شافت الجوزه الكهرباء وقالت لي ما هو ده اللي من الاصل فلوسه ضايعه فيه وقعدت تنصحني يا سلام هي تتدخل في حياتنا واحنا لا امال احنا نعرف نقول الكلمتين حلوين بيقولونهم لبعض كل ليله ازاي تعرفي لا احنا لسه هيجيلنا بكره ولا بعده اللي محتاج كل قرش وانت ما عادش معاك حاجه احنا بقينا عايشين على يوميتك ولسه عليك كمان اقساط جمعيه ام دوس وانا اللي باخده بدفع لامي عشان اساعدها بقول لك ايه احنا الايام اللي جايه ان شاء الله بعد ما بطنك تعلى نعمل قعده كده كل واحد يعرف مصيره مش فاهم
يعني مثلا اعصاب جمعيه المدرسه تفسحها هي؟ اخفى عليك يا عرابي، وهي هتجيب منين؟ وبعدين انت وعدت. رجعت في كلامي. وبعدين هي هتطردنا من الاوضه ولا هتاخد منا البيت يعني؟ ده حرام يا عرابي، دمي ست مكسوره وبتدبرها بالعافيه. هتدبرها. وحتى انا بفكر من ميتك ما تدلهاش. يا خرابي! بس يا سناء الزمان ده الشاطر اللي يعرف يقول يلا يا نفسي. انا لما كنت في الغربه لما كنت احتاج مليم محدش يسال فيا، ولو وقعت او عيت برضه محدش يقف جنبي. عارف انا بفكر في ايه؟ لما الواد يجي اعمل له سرير كده على قده زي الناس الكويسين، ترضعيه وترجعيه وتبص عليه. لازم يا بنت نعيش في الانتاكه والتكتاكه. بس خد القدام تحت يعني. خد تحت تحت قوي. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا عيوش. ازيك يا مدو؟ ازيك انت يا اخي؟ ازيك انت يا اخي؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا كويسه بس هتخلي لي بالك عليك. عيب تبني ده مولود على ايه؟ بس هو يسمع الكلام. لا هيسمع الكلام، انا منبهه تمام. بقول لك ايه، اليوميه جنيه الا ربع. اسمع بس اخر الاسبوع انا اللي حاجه اقبضها. ماله يا اخي؟ انا صدق بعد الله يعزيك. عرابي خايفة. قلت اجي اطمن عليك. اوعى تكون سعان يا نور. لا ما احنا كبرنا خلاص، لا عادش يهمني ولا ساعة ولا حر. يعني خلاص بقيت راجل يا خايف. البس انت. امال فين ام دول؟ رجالها ملاك واتخانقوا زي العادة والصخر وزعها على بنت الحتة دي، وهو خرج من التاكسي وهي تعبت راحت البيت. والله صعبان عليا الست دي، ما كانش ليها الجوازة دي. فرحاني يا نور انك ماشي في الشغلانة دي، لكن زعلانة انك ما بتتعلمش صنعة. معلش ياما، بكرة اكيد هيبقى لي صنعة كويسة. كان بيديك ايه البيه اللي كان في العربية ده؟ اوعى يا نور. انت فاكرة ايه ياما؟ ده اداني بقشيش عشان مسحت العربية كويس. اوعى يا حبيبي، ده انت لسه صغير. اداك كام؟ اللي فيه الاسم. بتخبي على امك؟ لا ياما. بقى النادلي خليني ارجع ادفع فلوس الجمعيه وهي تحوش عني ماهيتها، وانت تخبي على امك؟ لا يا ما ولا اخبي عليك ولا حاجه، البريزه اهي. وده بيحصل قليل، بس انا ساعات بحتاج حاجه اكلها طول النهار واقف على حيلي، حتى ما بلحقش اهل البيت. لا يا دنا، يا خد يمكن دي تنفعك وانت جعان ولا حاجه، بس لو يزيد معاك حاجه اوعى تخبي على امك. حاضر. جاي عايز ايه؟ في راجل في البيت دلوقتي بتكلم معاه. قاعده جوه من الصبح وسامعاه عمال يقول له الجواز قدام الدين وحضرته موافقه. خد يا بت. بت اما بيتك، بقول لك ايه لغايه عندي ولاد هتحجز هنا كمان ولا ايه؟ اتجوزتي. اول مره هددتني تبلغ عني الضرايب، بعدين دخلت بيتي وتهجمت على بنتي عاوز تضربها وقلت انها مفسوده، رجع تطلبها تاني ليه دلوقتي؟ بحبها. هي ما بتحبكش. اسكت انت كمان. نتفاهم بعدين. اتفضل انت دلوقتي يا صنمي.
من النهارده اللي اقوله ماشي على الكل. عاوزين حاجه الكلام يكون معايا انا. البيت ده عيبه كان قله رجالته. جواز سعاد من الجدع ده انا اللي حدده كده اهو من غير اخده ورد. ده راجل كسيبه بيحبها، وبعدين جوازها منه شرف ليها، وانا لو منه ما كنت صبرت على حقي ده كله. بتدافع عنه كانه هيقسمك مكسبه. طمني يا حماتي، عشان حطيت فلوسي في جواز بنتك؟ حطيت فلوسك في ايه؟ ما خلاص نشفت وبنت زقزقها. جمعيه ام دوس وبتدفعها لي، التلاجه حبسها في اوضتك ومحرمها على العيال، نهيه البيت ووكلها. طب خلينا بقى في اللي شاري من زمان. برضاها زي اللي اختارتها. هتتجوزه غصب عنها وبرضاكي برضه. هو بعد اللي بتعمله ده خليت لي راي، انما اذا كنت فاهم ان انا ست وماليش حد انا اقدر اقف قصادك برضه. تقفي قصاد مين يا وليه انت؟ ده احنا متربيين على الارض الستة. ابويا غلط فيها مره قطعته ما خليتوش يحضر فرحي. ما هي الندالة تربية. لا ده انت ما تعرفينيش، ده انا كسر لك البيت ده كله. لا 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 يا حرامي عندك يا اخويا. ده اكل عيشنا، اكل عيشنا اهو كده تعدلي، واللي جوه رخرة تتعدل وتسمع الكلام. خلاص يا اخويا كلنا هنسمع. خش انت مالك، خشي خشي يا نونو شبراي. عايز ايه يالا؟ انت جاي هنا انا معاك. وانت ايه اللي جابك هنا؟ مشيت وراكم. بتراقبنا يعني؟ اه انا عاوز اعرف بقى انت جاي هنا اللي معاك. هيقرا لي جواب. انا كنت بقرا لك. جرى ايه يالا؟ هو صحيح ولا ايه؟ ها؟ خلاص معلش عايزك تقرا ولا حاجه. يلا قول. انت بتغلط. يلا سيبيه. بقول لك ايه يالا؟ انت هتاخدها من قصيرها يالا ولا حياك بالسيجارة؟ اه حرام عليك ده ايه مش فاهم. انا مش عيل. انا بحب. بتقول ايه يالا؟ بتقول ايه؟ يا جدع ده مش قدك. مش سامع. يا جدع ده مش قدك سيبه. يلا قول. يلا. كررنا الدواء كذا مرة مفيش فايدة. المراجع زي ايه؟ عندها التهاب شعبي، عمل لها جهاد في عضلة القلب، لازم تتنقل المستشفى فورا. دفعت فيه كام ده؟ والله رخيص مش غالي. انا هسيبه جنبك هنا على كل حال عشان يسليك. لما يخلص الفستان ده وتديهولها اوعي تاخدي منها فلوس.
لا لو كنت هتسرحي كده كل شويه سيبيه احسن يبوظ، وبعدين بقى ريحي نفسك من الخياطه خالص. والبيت يمشي ازاي؟ والله انا عايزاكي ترتاحي يا اما. هتيجي منين الراحه واللي كنت بتعجز عليها هربت؟ يا سلام، وانا ما انفعش؟ انا هساعدك، انا هموت نفسي عشان اساعدك، ولا انكيش تحتاجي لحد. ما تشيليش هم، خدي دول مكسبي في يومين، ما صرفتش حاجه خالص. حرة واموت في الحرية، ومزاجي اعمل سحلية، ازحف على الارض وعلى الحيطة، واطلع وانزل واعمل زيطة، واضرب في الشمس ترمبيطة. انا حرة بديلي وبراسي، ومحدش يكتم انفاسي، ما حطش ماسك لإحساسي، ولا حط إزاز، ولا أقفل شيش، عقلي هزاز كلك نغشيش. انت الفرس وانا الخيال يا جميل. مينفعش يا خفيف. دي النبيل هتدفع بدالي؟ كنت بقيت راجل وعندي كلمتك ودفعت جمعية ام دوس، ولا ناويلي على مصيبة تانية؟ مش كفاية في خبطة واحدة ضيعتلي بنتين والباقي في سكة؟ انت فاكر ان انا مش هعرف اوقفك عند حدك؟ يا ريت تسمعيه، ما عنده حل كويس. اختارت شقاية فيكي، مشاكي على ركبك، بقى يتحكم فيكي وفينا بالهداوة. يا وصل النهارده الاتفاق مع نبيل النور يشتغل عنده في الورشه ب100 جنيه وكل ما يتعلم يزيد بحسبه بسيطه في الشهر 30 جنيه، يعني بظرف سنه يخس الدين بتاع 300 جنيه فوق ال 300 جنيه كده يعني. وبكتير قوي في 3 سنين يخلص. والواد يتعلم صنعه بصحيح. مش ده اللي انت كنت عايزاه يا اما؟ ما انت بعتيه الفرن عشان يتعلم صنعه وما نفعش. هبقى افكر ان شاء الله. اللي يهواك هواك، واللي ينساك ينساك، انسى يا قلبي. لو قربت مني انا هصوت واعمل لك تبقي حافية لاجل اللي هي حصلت. انا ليه بقى ان شاء الله؟ كل ده حلقان وعقود، كل ده من ضرب الحقن بربع جنيه. طبعا تعبي مش قاية على بابا. عايز ايه؟ حقي وما زالكي. عايز حقنة؟ وانا افتح حقنة. هم اللي عايز تقسمني ولا ايه؟ خليهولك تشبرقي بيه وتحلوي. مش فاهمة امال انت عايز ايه؟ لا صوت، لا يا ربي، لا لا لا. صوابعك وجعتك؟ معلش
اصل انت واخد على الشغل حنين، بكره صوابعك تجمد. اه يا عين. ما تقلش يا تاج شويه، دي مش شوطه بتطلع مع بيها عربيه. ولا روح هات الغدا يا لك، واللي كتر البصل والفلفل حراق. يلا على مالك على الواد شويه. طب لم نفسك انت بس. غالي عليا غالي عليا، واغلى عندي من الدنيا دي. يا جدعان حد يجيب لها المفتاح، حد عليها لو المفتاح. يا ولية يا ولية يا ناد يا ولية بس خبل يا ولية بس يا ناد. خد مني كل حاجة، خلاني كتبت له كل حاجة يا ولية كل حاجة. هات الهدوم، الشقة، الجراج. يا ولية مش كده، عطشي. هات تبين الهدوم دي يا سمير، تهدي. يلا دوب الفرح يا توب. يا ولية مش كده، مبذول من الفرحة. يا جدعان حد يجيب الهدوم دي. دوب اليوم لي يا توب، وارزت لك الصحة. يا ولية هات الهدوم. دوب الفرح دوب الفرح. يا اخوانا يا اخوانا، حد يطلب لها البوليس ولا يجيب لها الخشبة؟ اسمعوا كده، الخشبة اطلبولي الخمسة. يا ولية المزاج يا لب في بلع الدخان. بص زورني كده. تعالى انتوا لا ايه؟ اضربنا يا جماعه، انت انا اوريك ابن الجمال تعمل عليها راجل بعد ما نفعلك عليك نصنا. مالك يا نور؟ الله، العيال دول قالوا لك ايه؟ مالك انا جامد؟ الله 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 الله، ايه نور؟ في ايه يا نور؟ والله بقيت جامد يا ابن عيش. ولا انت عارف ولا بتعمل ايه؟ ده انا هكسرك. ولا ابعد عني. ولا الحلال عيل تايه اسمه نور عبد الجبار، سنه 11 سنه، لابس بيجامه. اللي يلقاه ربنا يخليه رجع بيته في العسار.
كام دول؟ واحد. اشوفهم طيب؟ اه مظبوط. عندي بقى نص جنيه. فين المكنة؟ هذا ربع جنيه تاني. فين المكنة؟ في اوضتك. الصالة كمان بقت تبعك؟ توسع علينا ويبقى لنا اوضة سفرة زي بقية الناس الكويسين. اسمع يا عرابي، جوزي لما كان في صحته الله يرحمه كان دايما يقولها لي، الراجل اللي يجور على حريمه ويظلمهم عشان يبقى سيد ما بيخلفش غير عبيد، وانت عمرك ما هتبقى بني ادم وهتفضل طول عمرك ما انتش حر. يا حبيبي ونبض قلبي ونور حياته، يا نبض زمليلي وقهاته وذكرياته، كبرت الدنيا هنا لينا واتقدمت لك كلها معانا هنا هنا واتقدمت. لا يا ابوك، لا ابوس ايدك، ما توديش نفسك في داهية عشانه. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا ابو. عمي يلا، انا عاوز فلوس. انا نايم كده، نايم كده، انا 14. نور، لسه ما رجعش. أسمى، أسمى إيه؟ أسمى رجعت المستشفى أحسن من البيت. بلق الأسبوع الجاي هيمتحنوها. وافي 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 كلب. منه لله. لو بس حد يجي يقول لي شافه في حته يريح قلبي. Thank you.
ايه؟ عاوز انا؟ اروح فين؟ نعم طيب هاجي معاك ثانية واحدة. مستر رفيق ساعدني ساعد عيلك. ما تخافيش ما تخافيش ساعد عيلك. ساعد عيلك بس خلاص. معلش معلش قولي يا رب 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 يا انما حلوه زي القمر. ايه ده في الله؟ ممنوع ده جاي امتحانها. لا يا اخويا لا تعذبك الهي يخليك. انا بس حبيت اقول لها خبر يفرحها عشان تكتب احسن. الهي يسترك اوعى تلغيه. مش هلغيه مش هرجع عيد لحد ما خلص. بعيد خالص يا اخويا بعيد خالص ما تاخدنيش جحله بقى. ايوه هي اتجوزت من يوم وكل هذا يشرب من مائه العذب. عايم على بحر مالوش اخر. يا ترى يا ترى انا وحدي اللي بحبك ولا انت كمان؟ اسأل طموع عينيك واسأل خدتي هتقولك علي بيا. هتقول يا دهوتي اسأل وابني في احلى عذاب وضعت الاب عينيا جواب. مش لوم يا حبيبي ولا عتاب مش اكتر من كلمه حبيبي بحبك.
مالك يا اختي؟ مالك؟ بسقط يا امه. ايه؟ بسقط يا اسم الله عليك. قوم وكل واحد عندك حق. أما أما يا أما أما بقولك انتي ما هتطلع الساعة واحدة، خلي البت معاكي. إلهي يخليك يا رب. بصي اعملي لها حلبة ولا أي حاجة، حسب يما مبلبلة والنبي. إيه أدا سامع؟ لا اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله. واللبن عند البقرة، والبقرة عاوزة برسيم، والبرسيم عند الفلاح، والفلاح عاوز رغيف، والرغيف عند الخبز، والخبز عاوز بيضة، والبيضة جوه الفرخة، والفرخة عاوزة قمح، والقمح عند القماح، والقماح عاوز فلوس، والفلوس عند الصرف، والصرف عاوز بيضة، والبيضة جوه الفرخة. لا
قلت لك كيلو لحمه عشان العيد. ابن سناء ده بنت سعاد. هي رجعت واتجوزت نبيل؟ لا، اتجوزت حربي. والدين؟ الدين يتسد والعدو يتهدد. كنت خايف ارجع من غرابي يما. غرابي انكشح هرب، لكن هيروح مني فين؟ مسيري حلاقيه وغلاوتك، ويوم ما حلاقيه هبقى زي الحدايه. امال فين اسماء وسناء ولن؟ توت 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 توت، حاوي حاوي توت 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 توت، خش اتفرج هرب توت 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 توت، حاوي حاوي توت 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 توت، خش اتفرج هرب توت، زحم لاحم عارك اضرب، ناضل فاضل خطوة وتقرب، زحم لاحم عارك اضرب، ناضل فاضل خطوة وتقرب، الحق نفسك قبل ما يلعب، وامسك نفسك جوه الملعب، ده انت هتضحك لما تموت.